بنات كديرين لاباس عليكم اش اخباركم؟ مهم اليوم غادي نوجد معكم ان كريم كراميل وكنتمنى يعجبكم. صراحه الله ما فيش ريحه البيض وماشي زفر، كيجي غزال وكنتمنى تجربوه وتردوا عليا. مهم البنات في كريم كراميل كنحتاج 3 البيضات غير الزفر ديالهم وجوج البيضات كاملين. الوغ انا درت 3 البيضات هنا غير الزفر ديالهم وجوج البيضات كاملين هما هادو، ها هما غنحط نزيدهم على هادو. المهم نخلط مزيان ونزيد عليهم 50 غرام ديال سنيده، ما يعادل ديال جوج معالق ولا 3 معالق ديال سنيده وواحد فاني. خلطوا معاهم وهذا الصفر هذا البيض ديال البيض اللي كيبقى لنا ديال 3 البيضات ممكن نديرو بها مورانغ ولا يون كيك، صراحه الله كيجي زوين في لي كيك كيطلعوا مزيان وداكشي كيجي زوين وصراحه الله. المهم انا درت الحليب بلاتي نصي، درت الحليب كديروه تيفيض، من بعد كنديرو شويه بالماء بارد باش يبرد شويه مابقاش سخون بزاف. وانا خديت هاد الجبيبنات هادو عمرتهم بالكراميل هنايا لداخل، هانتوما كيفاش كتشوفوا. الا سيبتوا الكراميل في الدار نتوما بوحدكم راه ساهل، حتى هو غير بالسكر والماء وشويه الفاني، ديروه في الثلاجه حتى يجمد شويه وعاد حطوه فيه هاد الخليط. سينو الا ما درتوش هادشي ماشي مشكل، انا كنشري جاهز صراحه الله. انا كنشري هاد الماركه هادي نوريها لكم، انا كنشري هادي جاهز، يعني كنشري جاهز كنخوي هنا في هاد الكويسات هادو. وكديروا واحد شويه الماء يسخن حيت لحقاش من بعد ملي غنخوي هاد الخليط مع ملي غنخوي هاد الخليط هنايا خاص يكون الماء سخون باش نخشيو في الفران حمام ريم فوالا. وهنا هنا راه طريقه ساهله. المهم البنات انا طيت الحليب وحطيت واحد شويه في الماء سخون في الماء بارد غير باش ما يبقاش سخون بزاف يولي غير شويه، ما يبقاش داك اللي كيحرقك غير شويه. وانا غنبقى نكب ونحرك او ميم طون، هانتوما كتشوفوا كنكب وكنحرك بشويه بشويه باش ما يديروش ليا دوك الحريبلات. صراحه طلع عمر لي ما تحربل ليا، الا تبعتوا الطريقه مزيان ما غاديش تحربل بالمره بحال هكا. صراحه لا كيجي غزال، كيجي زوين بزاف 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 والله، غير جربوه وردوا عليا الخبر كيجي زوين، غير جربوه كنتمنى تجربوه. صافي انا كملت صافي، هنا ملي كملت غادي ناخذ واحد المغرفه ونخوي بشويه بشويه في الزليفات ديالي. المهم البنات انا خديت المغرفه، حنا كنقولوا لها المغرفه الله اعلم شنو كتقولوا لها نتوما. نتوما شوفوا ها هو معمرتهم حتى الفوق، نستأثرت الحليب البنات الا ما قلتهاش مزيان في الاول، ما عقلتش واش قلتها ولا ما قلتهاش. المهم انا نستأثرت الحليب مع 5 البيضات، 3 صفر وجوج كاملين. باش تعرفوا ان الكريم ديالكم كراميل انه ناجح
شوفوا يعني ما بقى حتى شي حاجه وما بينش ما محربل من حتى شي حاجه، ما فيش دوك الحبيبات ديال الحليب مع البيض حربلوا ولا شي حاجه شفتوا، يعني سامبل بحال الحليب شفتها. المهم من بعد انا سخنت ديجا واحد البقراج ديال الماء سخون وغادي نخويه هنايا. المهم غادي نخويه كامل هنايا حتى كيوصل النص ديال هاد طويسات هادو البيبنات، بارك وصل النص فيه اكثر من نص فترة مرها نتوما كيفاش كتشوفوا. وكندخلوا الفران ساعه، كيطيبوا في الفران ساعه على درجه 150 درجه الحراره. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكريم كراميل ديالي، شوفوا كيصدق صراحه طلع جا غزال، جا زوين بزاف، حتى مذاقو كيجي زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وتذوقوه وتقولوا لي كيفاش جاكم في كومونتير. علي بيزو، بسلام عليكم.